تطوير المناهج. بالنسبة لي تطوير المناهج واحدة من الحاجات المهمة جدا، إنه يتم أيوة المسألة بتاعة تطوير المناهج. تكلمنا عن إنها هي بتنبني على ما هو معروف من معايير للنمو، يعني من غير ربطها بمعايير احتياجات وخصائص النمو، إذا كان نمو جسمي أو نفسي أو اجتماعي أو عقلي، ويكون في مواد يعني بتتناسب والمرحلة اللي بيكون فيها الطفل وملائمة لميوله لحاجاته ولما يتوفر عليهم لديهم من عمليات عقلية وقدرات تخلي إنه العملية التعليمية عملية محببة وتقدر تطور فيه مقدرات. التلاؤم مع الميول، واللي هو ده الكلام بتاع عبد الرحيم جبير، في إنه كيف إنه أنت برضو تكون مرن مع أهدافك بيتم من المرحلة دي. حصل شغل كبير شديد في المسائل دي، والناس كان بترتب إنه العالم داخل على القرن 21، ودي اللي هي كانوا بيسموها إنه دي الحلقة الثالثة من حلقات الحضارة الإنسانية، واللي هي بيسموها حلقة المعلوماتية، إنه كان في دي ثورة المعلومات، واللي هو الناس مشت فيها بشكل كبير جدا. كان في انفجار معرفي، وآثار هاي تطورات وتغيرات خلت إنه المواصفات بتاعة الإنسان، يعني إحنا قبل اتكلمنا عن إنه كان منهجنا في السودان اتوضح أيام الإنجليز، واتوضح بأهداف محددة إنه الإنجليز كانوا دارين يشيلوا الكريمة من أي مجموعة على أساس إنه يكونوا ديل يديروا جهاز الدولة، وإنهم دار ذا بيست. والإنجليز كانوا بيتعاملوا حتى بالمسألة دي، حتى في بريطانيا كانوا بيطلعوا هم من الخريجين بتاعين كامبريدج واكسفورد خلافهم، على اساس انه هم ديل برضو يكونوا الصفوه اللي بيديروا الدوله وبيديروا كل القطاعات. فمع الانفجار بتاع المعلومات ومع بقى في مواصفات جديده وفي خصائص بتخلي انه احنا انت عاوز منتج انساني يتمكن من العيش والعيش ويتوافق مع وينافس في العصر الجديد ده. عشان كده اصل لما نقول انه الاطفال عندنا التقنيه عندهم عاليه، لكن مثلا المقدرات بتاعت كتابه او خلافه او غيره مختلفه، لان هم عاشوا في عصر غير اللي نحن كنا موجودين فيه، والجنريشن جاب كبير، وبالتالي المهارات مختلفه والمقدرات مختلفه. فده الانفجار بتاع المعلومات والتكنولوجيا خلى من الضروري انه اي مؤسسه بتاعت تنشئه اجتماعيه او تربيه والتثقيف للأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام وغيرها، إنه إكساب الطفل ما يلزم من خصائص وسمات ومواصفات لازمة لإنسان القرن 21، للعصر اللي هو هسه نحن حنجابه ده. فإذا ما بقى عندك المناهج اللي بتجيب إنسان يقدر يتوافق مع العصر الحالي، بيبقى إنه أنت برا التاريخ. فحصل دراسات كثيرة جدا، وبدوا الناس علماء كثير، يعني خاصة في علم النفس، إنه الناس كان في واحد من أشهر البحوث اللي تمت، إلفين أند هايدي، ده قالوا إنه في حضارة جديدة بينت اتجاهات عامة وبيصير على الحضارة الإنسانية، وحللوا أكثر من 2 مليون مقال بأنه وين الناس ماشية في العصر ده، وبينوا أنه والله في تطورات كبيرة حصلت، والتطورات دي مفروض تكون موجودة بالنسبة للأطفال لتهيئتهم عشان ما يتعايشوا مع البيئة الجديدة والحضارة الإنسانية. فإنه أخذتوا أنه في 9 تحولات تمت، اللي هو تحول في مجال التكنولوجيا. احنا شايفين هسه التكنولوجيا هسه ماشيه ل5G، اللي هو ده هيعمل تغيير ما عادي. تم التحول من الاقتصاد القومي للاقتصاد العالمي، يعني زمان كان انه انت ما تنتج
لكن هسه انا ممكن يعني الزول اللي عمل اوبر ولا عمل ابلكيشن دي ذاتها اللي نحن مجتمعين بها دي قاعد، واي زول بيبيع لي وبيشتري من اي حته بتشترك اوبر مثلا، ما كان ما عنده ولا عربيه، لكن بيحل لك مشكلتك في مصر ولا في ساوث افريكا ولا في غيره، وانت بتدفع له، فالاقتصاد بقى ده انت بتكون قاعد في الحته ومباشره، عشان ما بقت المساله دي مختلفه، والاقتصاد اصبح عالمي، اوبر دخله بقى ينافس ياهو وينافس جوجل، والناس في حتات مختلفه ما مربوطه بحدود جغرافيه، وبالتالي انت الطفل المفروض يكون عارف انه والله لا مال فيها اللي قاعد فيها، لانه هو اصلا ممكن يكون بيتكلم مع واحد في امريكا، مع واحد في نيكاراغوا، مع فالتحول ده واحد من التحول. التحول الثاني من المركزيه للامركزيه، الناس كانوا بيتكلموا على انه والله الحاجات دي بتتم الشكل الداخل جوه الدوله، هسه بقت المساله بتتعدى، يعني مثلا الحكومه لما كانت بتقفل الجرايد وغيره الناس كانوا بده يخطوها في الانترنت، الشكل ده بقى لا مركزي، وانه انت ما عندك عليه اي كنترول. التحول من الاعتماد على الغير من الدوله والمؤسسه الى الاعتماد على الذات، هو الناس كانوا بيعتمدوا في كل شيء على الدولة، هسه انت ممكن تعتمد على نفسك وتعمل شغلك من اي حتة انت موجود فيها، حتى ما محتاج للدولة اللي هي ممكن تكون دولة مثلا. تحول من ديمقراطية التمثيل لديمقراطية المشاركة، والمشاركة دي انه هسه الليلة بس رأي عام ممكن تحسن به اي قضية حتى اذا كانت بشكل دولي. تحول من علاقات رأسية لعلاقات شبكية، يعني زمان كان إنه أنت بتمشي العلاقة جوه الدولة لغاية ما تصل التوب وهم يمشوا مع التوب بتاع الدول، هسه أنت ممكن تعمل نتورك بتاع مؤسسات وتغير أي حاجة في أي دولة. التحول من مناطق لأخرى طبعا لظروف الجذب، الناس بقت تهاجر، الناس بقت تسافر، الناس بقت تعمل حاجاتها بالشكل اللي ممكن يجذبها، ودي برضو ممكن تتم بشكل غير الشكل اللي كان معروف في انك انت لازم وجودك بيتطلب وجودك فيزيكالي، اصلا ممكن ما تكون موجود فيزيكالي. تحول من بدائل محدده الى بدائل متعدده، يعني انترنت وثوره المعلومات اتاحت خيارات كبيره جدا وخلت الناس انه ممكن يغيروا في شكل حاجاتهم، وإذا ما تم إعداد الجيل الجاي ده ما بيقدر ينافس، لأنه الكلام ده ممكن يعمله طفل في اليابان، طفل في روسيا، طفل وأنت طفلك ده لأنه ما معد ما عن ما ما prepared، فبالتالي ما بيقدر ينافس. فبالنظر لخصوصية مجتمعنا نحن نشوف إنه دي التصورات دي بتختلف، وبيتطلب مننا على الاقل نعرف انه الحاصل شنو، على اساس انه كنا راعيه، على اساس انه تقدر الاطفال يكون عندهم اعداد وعندهم مناهج تسمح لهم بانه هو يلقى وظيفه في حته، يعني هسه مثلا اطفال بيكبر في الهند بالشكل بتاع التكنولوجيا دي، كل شركات البرمجه تحولت لهناك، فده بيبدوا معاهم من المدرسه لغايه ما يوصل في النهايه يكون شغال لالمانيا وشغال لامريكا وشغال وقاعد في بيته. فإذا دي ما تمت بنلقى إنه أنت الأطفال اللي ما حيقدروا يتجاوزوا خصوصية المجتمع لعمومية العصر، ما بتقدر، وإنه اللي بيحدث في المجتمعات في العالم والثقافات اللي بقت مهيمنة والمنظومة العالمية أنت بتكون برا منه، يعني ما ممكن لسه الناس تمشي بمنهج ما يديها مقدرات ولا مهارات تخليها تتوافق وتتعايش. في نظرية سموها نظرية المعرفة، واللي هي دي قال إنه أنت عاوز ياتو نموذج من الأفراد عشان ما ياتو منهج يتضح لهم. النموذج جاية إنه نموذج الفرد المحقق لذاته، وفي عالم نفسي اسمه ماسلو، ماسلو حدد الخصائص بالنسبة للفرد اللي بيقدر يحقق ذاته، وده قال انه انسان بيقدر يتقبل ذاته ويتقبل الاخرين، اللي هي دي نحن هسه واحده من اكبر مشاكلنا والنزاعات الموجوده، انه عدم تقبل الاخر والاشكال اللي بنعاني منها، عنصريه على نزاعات على غيره، انه ما في تقبل للاخر.
إنه النموذج بتاع الفرد المحقق لذاته إنه إنسان بيتميز بالتلقائية وانشغال بالمشكلات مقابل الانشغال بالأفراد. عشان كده إحنا بنيجي نلقى إنه إحنا عندنا كمية من الشخصنة وتختلف معاي في الرأي. أنا يعني برجع لحاجات بتاعتك أنت شخصية. إنه نموذج بتاع إنسان بيحترم الخصوصية. نموذج إنه لديه القدرة على الانفصال الإيجابي من الغير، وبيقدر يشارك ويبادر ويكون مستقل. عنده نظرة مستقلة للأمور. يعني الناس ما بتساكت. قادر على تكوين العلاقات الناضجة مع الغير. وبيتمتع بدرجة عالية من الديمقراطية، بيتمتع بدرجة عالية من الإبداع. فماسلو قال إنه إذا عاوز تخد وتهيئ إنسان، حتى ده كله بعدك بيجي لك التكنولوجيا والتعلم وغيره بيجي يتعلمها، لكن دي النموذج اللي المفروض يكون عليه الفرد والمهم. في آرثر كوست، ده واحد من أكبر العلماء اللي قاموا خدت إنه في خصائص عشان ما نراعيها، عشان ما نضع عليها المنهج، ولإنسان القرن 21، ودي المفروض يتعلموها الأطفال في مدارس، اللي هي دي مهارات التعايش. اللي انه ده واحد يكون انسان ثابر، نعلمه كيف انه يكون مثابر، انسان عنده تروي ما مندفع، عنده المقدره على الاستماع للاخرين بفهم وبتفهم، عنده المقدره على التفكير التشاركي، وعنده مقدره على السوشيال الذكاء الاجتماعي السوشيال انتليجنس. خمسه، عنده مرونه في التفكير، واللي هي دي قبيل برضه نقطة عبد الرحيم في إنه كيف نحن نقدر نعيد إنسان لعنده. عنده المتمعرفة اللي هي دي بيسموها الوعي والإدراك بالتفكير، والقدرة على وصف الخطوات. سبعة، عنده سعي للدقة، يعني أنت بتجيب زول تمرنه وتدربه على أساس إنه يكون دقيق في حاجاته. توفر روح الدعابة والمرح، دي واحدة من الحاجات، إنه المسألة ما كلها مسألة جادة، إنه الإنسان عنده سنس أوف هيومر. القدرة على طرح التساؤلات، والإنسان عنده النقد، التفكير النقدي. عنده مقدرة على الاستعانة بالمعلومات المتصلة سابقا واستخدامها في المواقف الجديدة. عنده مقدرة على تقبل المخاطر، مقدرة على الإبداع، والمقدرة على حب الاستطلاع والاستمتاع بحل الإشكالات والشعور بالكفاءة كفكر. فده آرثر كوستا قال إنه عشان ما نعمل مناهج ونخوض فيها إنه دي مهارات للإنسان اللي بيقدر يتعامل مع المسألة دي. في واحدة اسمها دوروثي تنسيتيان، و دوروثي قالت المناهج لمدرسة القرن 21 عندها مهارات وقدرات لازم الأطفال يتعلموها، وخطت 10 حاجات. خطت القدرة على استعمال الكمبيوتر، القدرة على حل المشكلات وطرحها، يعني يكون عندك مقدرة إنك تقول في مشكلة، وعندك مشكلة عندك مقدرة إنك تقول إنه حل المشكلة ده ممكن يكون كيف. القيام بالتفكير الناقد والتحليل، لانه يعني نحن هسه مثلا بنلقى شكل الحفظ والمتابعه والمساله دي كلها بتتم باشكال بتاع تلقين، وبالتالي بيشيل مننا المقدره على التفكير الناقد والتحليل. التفكير الابتكاري او الابداع، القدره على التعلم بالمشاركه، القدره على التعلم الذاتي، المرونه والتوافق الايجابي مع الغير. 8، القدره على فهم وتقدير ممارسه مهارات عمليات التعلم، ونوفر الاتجاهات العملية بكل أشكالها عشان الواحد يقدر قيمة التكنولوجيا، الزمن، أثره على الإنسان، الاستفادة من الفرص المتاحة. فبكده دي باختصار شديد جدا إنه ما مفروض يتم لصياغة مناهج تقدر تخلي إنه نحن يكون عندنا منتج إنساني يطلع من المدرسة دي أو المؤسسة قادر على المنافسة مع المدارس المختلفة اللي انتشرت في دول العالم المتقدم، وعندنا بيئة صالحة لتنمية التفكير، وقبل كل شيء تطوير
العلوم والرياضيات لحقيق تنمية التفكير العلمي عند الأطفال، وإكسابهم مهارات في حل إشكالاتهم اليومية، وإنسان قادر على قبل كل شيء على أن يعلم نفسه مدى الحياة. إنه تعليم ما بس في المدرسة، إنما إنه أنت بعد المدرسة دي إنسان وعنده عقلية مفتوحة قادر على تعليم ذاته والآخرين. وشكرا للمحور الرابع.